حياكم الله إذا ما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكد خبراء اقتصاديون عراقيون وجود جهات تعرقل إتمام عمليات الأتمتة أو الرقمنة والتوجه نحو الحكومة الإلكترونية لإنجاز معاملات المواطنين في دوائر الدولة خشية تضرر مصالحهم. أوضح الخبراء أن العراق بحاجة كبيرة للحكومة الإلكترونية، وقد أنفق أموالاً كبيرة في سبيل إكمال عمليات رقمنة العمليات والاعتماد على قواعد بيانات مرتبطة بالعالم، إلا أنه تأخر كثيراً في هذا الجانب. وبيّن الخبراء أن المعاملات الورقية وحالات الاكتظاظ والتأخير في إنجاز معاملات المواطنين فسح المجال أمام المنتفعين لتحصيل الرشاوى والتي ستنقطع حال إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية. أعلنت الهيئة العامة للجمارك إعادة إصدار إرساليات حديد التسليح إلى الجانب الإيراني لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية. وذكرت الهيئة أن مركز جمرك مندلي الحدودي قام بإعادة إصدار إرساليات الحديد إلى الجانب الإيراني لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة من قبل العراق. وتتصف البضائع الإيرانية برداءتها ورخص ثمنها، إلا أن الفساد المستشري يسمح بإدخال هذه البضائع وإغراق السوق العراقية بها. نقلت وسائل إعلام عن مصادر سياسية كردية تأكيدها أن إيرادات وعائدات المنافذ في كردستان العراق تذهب لجيوب الأحزاب الحاكمة. وقال سياسيون أكراد إن المنافذ الحدودية في السليمانية تعود لأحزاب وجهات متنفذة، مضيفين أن عائدات المنافذ شهرياً تتجاوز 300 مليون دولار، ولكنها لا تدخل في موازنة وزارة المالية في حكومة كردستان العراق، وإنما تذهب إلى الأحزاب مباشرة. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت لتصل إلى 241 ألف برميل كمعدل يومي خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت نحو 241 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 104 آلاف برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه نحو 345 ألف برميل يومياً. أكد صندوق النقد الدولي أن احتمالات تعرض البنوك في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للاضطرابات المصرفية التي شهدتها الولايات المتحدة وأوروبا الشهر الماضي محدودة جداً، لكن الضغوط المالية تفاقم الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط المتقلبة واستمرار معدلات التضخم في خانة العشرات منذ سنوات. وقال صندوق النقد الدولي إن ضغوط القطاع المصرفي جاءت سريعاً عقب سياسات نقدية أكثر تشدداً أدت إلى رفع أسعار الفائدة وقلصت إمكانية الحصول على التمويل. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي في أمان الله.